جيمي. النهارده اتفرجت على المباراه طبعا. تأكيد. سوريو انا كنت بتكلم عنه في بدايه الحلقه ان هو المدرب اللي ما يخلاكش تعرف تقول عليه مدرب ضعيف، ما ينفعش تقول عليه مدرب جامد. هو دايما ملخبطك، يعمل لقطه حلوه قوي ويعمل لقطتين سيئين جدا في طريقه اللعب او في توظيف اللاعبين. شايف اسوريو النهارده ادار المباراه ازاي او حال اسوريو مع نادي الزمالك؟ قبل يعني هنعلق الاول عليه، هو كمدير فني هو مدرب خيالي جدا، وطول ما هو مدرب خيالي مش هينجح مع نادي الزمالك. طول ما هو مش عارف يحط رجله على الارض ويربط افكاره بما لديه من معطيات وادوات تقدر تنفذ له الافكار دي، هيفضل مدرب خيالي وهيفضل مش عارف يحط رجله على الارض مع نادي الزمالك، وهتفضل الامور ماشيه معاه اب اند داون، ماتش فوق وماتش تحت، ماتش يوم اللعيبه موفقه فالامور بتمشي، يوم اللعيبه مش موفقه فالامور بتبقى سيئه جدا. شوط النهارده سيء جدا للزمالك ما جاش والامور بعدت جدا، هو خارج مغلوب 1-0، شوط الامور بترجع تاني والزمالك بينجو من هزيمه كانت هتبقى هزيمه صعبه جدا على جمهور الزمالك في ظل الاجواء اللي بيعيشها فريق الزمالك عموما. لكن هرجع تاني بقى، نروح بقى النهارده هو عمل ايه. لازال اسوريو مصمم، ولو نجيب بعض اللقطات بتاعه الهدف الاول اللي جه في نادي الزمالك، هو لازال مصمم على فكر لعيبه وسط الزمالك ولا امكانياتهم قادرين يطبقوه. انت بتتكلم على ان دلوقتي دي هجمه، دي الكره اتلعبت لونج بول رايح 2 لعيبه على 1، بس بص الراجل الاولاني اللي جوه ال 18 خلاص سيب الكره هناك في اقصى الجبل الشمال، 2 لعيبه رايحين عاملين دبل اب على الراجل، ومع ذلك اللعيب الراجل بيلعبها بالعرض. بص لو الكره دي رجعت لورا اللعيب اول لعيب على سن ال 18 ناحيه الشمال لوحده، الراجل الفرود ده اللي هيخش يسحب معاه المدافع اللي ماسكه وينزل انسايد، بس بعد ما يسحب معاه بص على لقطتين مهمين، بعد ما يسحب معاه متخيل ان 18 الزمالك بالكامل ما فيهاش ولا مدافع جوه ال 18، بعد ما هينزل الراجل ده هيسحبه كل المنطقه المواجهه للمرمى فاضيه تماما. اللي بعده قبل ما تروح، لا ارجع الفريم اللي بعده، النقطه اللي احنا ملمين عليها. الحاجه الثانيه ده دونجا هنا الطبيعي الراجل اللي على الخط ده هيعمل ايه يا كريم؟ هيحطها بالعرض ما فيهاش، رايح عليه 2 لعيبه. طيب انت كدونجا بتعمل ايه؟ بص الوقفه بتاعته، هو واقف تماما هادي تماما، بيبص هيخطفوها منه ازاي. هو واقف على كعوبه، ايوه بيبص هيخطفوها منه، هو واقف على كعوبه ولا هو الارتد ولا هو منتبه ان هو الكره لازم هتتلعب بالعرض، ولا انا واخد الخطوه، ولا انا بفكر، ولا بتوقع، ولا بانتسيبيت، ولا بعمل اي حاجه. اي حاجه بيعملها لعيب مركز 6 او لما بعد كده لما برجع اعمل التغطيه جوه ال 18 ما عملهاش. الراجل بقى اللي جاي وراه ب 3 متر و 4 متر ده الارتد اكتر منه، الراجل مش واقف على كعوبه، الرجل الثانيه متحركه، هيبتدي هبقى الفريم اللي بعده على طول كمان فريم. بص الراجل ده لسه ورا كريم، لسه الراجل ورا اللي هيجيب الجون اللي جاي منه. ارجع تاني معلش، ارجع تاني واحده كمان، الراجل اللي هيجيب الجون ده لسه ورا والكره طلعت خلاص بقت في منتصف المسافه، عدت اهي الكره اهي ناحيه شمال، الراجل ده هيخش هيسبق وهيحط بطن رجله وهيحطها جون. دونجا من الصوره دي هو مش حاسس ان في حد وراه اصلا، هو لا عامل سكان ولا باصص حواليه ولا شايف مين جنبه، هو راح فضل مركز مع الكوره. هنا بتقول لك ان ابجديات المركز مش موجوده، حضور الذهني مش موجود، تحضير للمباراه مش موجود. ودي واحده من ضمن اخطاء كتير اتعملت النهارده في الترانزيشن وفي التحولات. سبت لك اللقطه اللي اسمرت عن هدف، وانا فرقه لما تيجي تبص على الكادر هتلاقي انه 2-4-6 من الزمالك واربعه من الفرقه الثانيه، اربعه من يعني هجوم كلاسيكي تقليدي، لا في كاونتر ولا في زياده عدديه ولا في اي حاجه، رغم ان هي كانت كره طوليه. منهم واحد واقف ما تفهمش هو بيعمل ايه تحت خالص، اللي في اخر الصوره جنب الحكم ما تفهمش هو بيعمل ايه، دونجا واقف سرحان، الراجل اللي في التالت اللي رايح ده ما تفهمش هو ماسك ولا قافل زاويه التمرير ولا عامل ايه. في النهايه الراجل هبقى الفريم الاخير، الراجل خد سبق دونجا ودخل وحط الكره ببطن رجله. بالنسبه لي جون غريب جدا جدا، بس هو ترجمه لافكار اسوريو اللي لسه لازالت بعيده جدا، وامكانيات اللعيبه اللي لازال ولا حتى تحضيرهم. وده الفرق كان ما بين اسوريو وفيرير. على فكره في لعيبه كتير كانت موجوده مع الراجل مع فيرير في الوقت اللي كانت الدنيا ماشيه فيه كويس مع فيرير. فيرير الفرق بينه وبين اسوريو كان بيلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي معاه. حتى بعض المدربين اللي نجحوا مع الزمالك، جروس مثلا على سبيل المثال، حتى وعنده شورتج او نقص في القايمه كان بيشتغل على قد اللي معاه وعلى قد امكانيات اللعيب. الفلسفه الزائده عن الحد هي اللي وصلت الزمالك للحل ده. طيب